ما سألتني عن المفاجأة اللي محضرت لك إياها. أنا فكري هذا الفستان اللي لابستيه هو المفاجأة. بالله؟ عجبك؟ بيطير العقل. معناته بتستاهل مفاجأة أحسن من هي. اطلع قدامي على الفرندا لشوف. لبرا على الفرندا؟ على الفرندا. اطلع. بدون ما تلتفت وراك. يلا. لا تطلع علي، طلع على الشارع. ها؟ هاي عم تطلع على الشارع. ما شفت شي بهالشارع هيك لفت نظرك يعني؟ بلا، هاي البنت الماشية على الرصيف. طبعاً، أنت ما بياخد عقلك غير البنات. بالله شو هي المفاجأة؟ ما شفت سيارة عم تلمع لمعة بتاخد العقل؟ مزبوط، شو بها؟ حلوة؟ ايه بتطير العقل. لمين هاي السيارة؟ هاي يا سيدي اشتريت لك اياها لك، بس سجلتها مؤقتا باسمي لبين ما انت تتعلم السواقة. هلا انت عن جد صدقتي انه انا ما بعرف سوق؟ لك انا جني سواقة، هاي الشهادة تبعي. ايه بس انت اللي قلت لي. مزبوط، انا قلت لك اني ما بعرف سوق لاني كرهت السواقة والسيارات من بعد ما عملت هداك الحادث. قلبت فيني السيارة 4 قلبات وضليت بالمستشفى شهر كامل. لكن أنا وجع الضار منين إجاني؟ من وقتها قررت إني ما عاد سوق، بس هيك سيارة رح تخليني أعيد بقراري، رح طير فيها طيران. يعني سجل لك إياها من هلأ باسمك؟ مثل ما بدك. بصراحة فوفو، يعني أنا لحد هلأ ماني واثقة فيك، حاسة إنك ممكن تتركني بأي لحظة. أنا أترك الجنة يعني؟ خلاص حاببني عن جد؟ لكن أنا ليش عندك؟ وإذا قلت لك إني مالي مطمنت لك؟ معناته بنترك بعض. فوفو حبيبي، السيارة معك برطع فيها على كيفك، بس لما بحس أنا إنك ما تغيرت معي ساعتها بتنازل لها عنك.